اهلا بحضراتكم في فقرتنا الحواريه الاولى النهارده في برنامج الحصاد، واللي هنخصصها للحديث عن الخضروات، تتعرف على حالتها الحاليه، على انتاجياتنا، على المشاكل اللي بتواجهنا وكيفيه التصدي ليها. بسعاده ان احنا نستضيف الحديث عن هذا الموضوع دكتور علاء البحراوي، مدير عام الخضر والنباتات الطبيه والعطريه بالاداره المركزيه للبساتين. اهلا بحضرتك دكتور علاء. شرفنا بمعاليك، كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب وبخير. احنا عارفين ان انت متواجد دايما في الحقل، النهارده كده انت معانا في الاستوديو، سعداء بوجودك معانا. النهارده اجازه. تمام، علشان كده احنا سعداء بوجودك، استثمرنا هذه الاجازه. ربنا يخليك. وتعرفنا كده بشكل عام مبدئي على يعني الحاله العامه للخضر والنباتات الطبيه والعطريه في مصر الان. اولا بنشكر اسره البرنامج، لان البرنامج ده انا ليا صدف معاه سعيده وما شاء الله، وبهني الشعب المصري كله بالمولد النبوي الشريف. ودي عام حضرتك بخير. ربنا يخليك، ودي ذكرى طيبه، كل سنه وحضرتك طيبه واسره البرنامج والمصريين. الخضر في مصر في خير. احنا بتوع زرعه وحصده، مش بتوع اسعار. الحمد لله. زرعه وحصده، يعني عندنا احصائيات، الارقام خير دليل. عندنا في مجال الخضر خضر استراتيجيه وخضر اخرى تعتبر ضروريه وخضر عاديه. السلع الاستراتيجيه اللي كل المجتمع بيتكلم عليها النهارده مساحتها في ازدياد واضطراد. ما عندناش مشاكل مكافحه، ما عندناش امراض جديده، ما عندناش حشرات. ده اللي انا عايز اقوله للمستمع او المزارع او المشاهد بتاع قناه مصر الزراعيه. امتى احنا نضطرب؟ لما يكون عندنا تناقص في السلع الاستراتيجيه في المزارع المنزرعه، او عندنا مكافحه وقافه مش قادرين نتغلب عليها. زي السنوات اللي فاتت كان عندنا التوتا ابسولوتا لما دخلت على محصول الطماطم زعلت وعملت تناقص في المساحات رهيب. مش تناقص في المساحات ان هي ما زرعناش، لا زرعنا جودة. بس الجوده والمحصول النهائي اللي نزل السوق. لكن الوضع الحالي وضع مستقر. اللي موجود في السوق احنا وزاره زرعه حصده، اللي موجود في السوق حد تاني يشتغل يا جماعه عليه، علشان نبقى صراحه شويه. مش كل ما حاجه تحصل في السوق من تذبذب للاسعار تطلع تنزل، رغم ان الاسعار كلها في السوق كل حاجه في ارتفاع. صحيح. نتيجه ارتفاع كل المدخلات في العمليه الانتاجيه. دي حقيقة. مش هنسمي بالاسم، لكن ما اناش عارف ايه وضع الاعلام والمجتمع، ومش عارف مين بالظبط اللي كل ما حاجه ترتفع في وزاره الزراعه الحق الرز غلي، الحق البطاطس مش عارف ايه، الحق الطماطم مش موجود. مش موجوده ازاي؟ مش موجوده ايه؟ ده احنا ما كناش بنشوف الخيار حضرتك الا في اوقات محدوده بالسنه، صح؟ النهارده عند الخيار 12 شهر في السنه، وبجوده وجميع الاحجام، والكلام الفاضي بتاع زمان دي خرطه طويله وخرم متهرمنه والكلام ما عادش موجود. الوزاره شغاله. الطماطم شرحه مجنونه طماطم، كتبت مقال في جريده شمس قلنا مجنونه طماطم، تقريبا ما عادش عندنا حاجه اسمها مجنونه طماطم. السنه دي في كابوه كابوه، ومعالي الوزير راجل محترم طلع وقال الوزاره طرف اساسي، ومجهودات مجهودات ليل ونهار علشان نوصل لكل واحد قضير حقه. ولو مفيش حد قدير وملوش حق مش هياخد حاجه. احنا ما بنشتغلش على هوا حد، احنا بنشتغلنا بالضمير، لان احنا وزاره خدميه كبير. شوف اتساع الخدمه اللي بنقديها. بص حضرتك يا فندم، اذا دورت على بعض القرى ما تلاقيش مستشفى او وحده صحيه وما تلاقيش مدرسه حتى الان. لكن لو مفيش جامع، مفيش قريه في جمهوريه مصر العربيه ما فيهاش جامعه زراعيه. دي وزاره الزراعه. بص حضرتك للاصناف متشعبه في كل قريه. في بقول لحضرتك في بعض القرى ما فيهاش لا وحده صحيه ولا مدرسه وملحقه على اخرى. مفيش قريه ما فيهاش جامعه زراعيه بتادي خدمه. خدمتنا الاولانيه كانت في الاصل احنا وزاره خدميه بتقدم معلومه ارشاديه. ده عايز أأكد على النقطة دي فعلا يا دكتور علاء، لأن الناس بتلومنا وكأننا جهة تسويقية. إحنا ليست وزارة تسويقية، مش مهمتنا تسويق المحاصيل ولا تسعيرها ولا غيره. إحنا بنقدم معلومات إرشادية، بنقدم يعني التقاوي أحيانا إن استطعنا، بنقدم يعني مبيدات حشرية بمقدار معين، حاجات كده، ولكن نكافح الآفات بقدر الإمكان. عملية بحثية، بحث علمي، لكن إحنا لا نسوق ولا نسعر. ولما كنا بنسوق مش قالوا يا خلق هو ارفعوا إيدكم عن التسويق التعاوني الاجباري؟ حصل ما حصلش؟ امتثلنا للكلام. وسيبنا الفلاح حر فيما يزرع ومتى يبيع وبراحته. وبيع للشخص اللي انت عايز تبيع له، وبيع بالسعر. اقتصاد سوق حر. احنا مرغمين وخدنا الطريق الصح. اقتصاد سوق حر. احنا مش هنشتغل بالشغل الشمولي،
انتهى، ما عادش يمشي مع الاجيال اللي موجوده ولا الفكر الحديث. الدنيا بتتغير، اللي كان امبارح طفل بقى النهارده هو المزارع الرئيسي، النهارده هو طفل هو مزارع بكره. في عصر السماوات المفتوحه ده تقول له ايه؟ ازرع وشيء بلاش ديت واي ديت، لا مش هينفع الكلام ده. احنا دلوقتي في اقتصاد حر، ايه اللي مطلوب في السوق بنزرعه، فبطلنا التسويق الاجباري وسيبنا المزارع على راحته. لكن الخدمه الارشاديه احنا ما هبطناش بها. بص حضرتك النهارده على اللي موجود في الاصناف، انت جيت القمح ككام، انت جيت الفول ككام، انت جيت البطاطس ككام، الخيار كنا بنشم ريحته لما يكون واحد جاب خيار ونقول يا ده في واحد معدي معاه خيار، الخيار مرمى. سليمان جاره منافذ وزاره الزراعه اللي مفتوحه ليل ونهار بعدد ما هو بتقدم كل انواع المحاصيل وجميع انواع اللحوم موجوده تحت بتاع وزاره الزراعه، بتقدم خدمه موجوده طول السنه. عندنا قفزات في محاصيل كتيره، ان اتسع المجال انا اتكلم عن الخضر والنباتات الطبيه والعطريه، واتكلم عن الفاكهه لان دي فرع اصيل عندي في الاداره المركزيه البساتين، كل حاجه موجوده. ايه اللي ناقصني في السوق؟ وما كل حاجه موجوده طول السنه، ولما يكون موجود يعني طول السنه ويبقى السعر مرتفع سنه افضل ما فندم ما يبقاش موجود. هو الناس بتتكلم ما حضرتك لو صبرت ارتفاع الاسعار، فده ارتفاع الاسعار دي هنقول انها مشكله على كل السلع يا فندم. الاجهزه الثانيه تشتغل مش وزاره الزراعه. انا عندي نتكلم بصراحه، البطاطس والطماطم والفاصوليا والباذنجان والخيار والفلفل دي سلع اساسيه استراتيجيه، خدت بال حضرتك؟ ايه انا عندي تناقص في المساحات؟ لا انا عندي نص مليون فدان بطاطس شرحه تقريبا طماطم. الطماطم كانت بتتزرع ايه؟ كانت بتتزرع في ثلاث عروات، كنا بنشوفها في النيلي وفي الشتوي وفي الصيفي، النهارده انا بزرعها في سبع عروات. الصيفي قطعته ثلاثه، صيفي مبكر، صيفي عادي، صيفي متاخر، وبعد كده بيخش عندي الخريف او النيل، وبعدين شتوي مبكر وشتوي متاخر، وزراعه تحت الاقبيه بتجود وبتنجح في مصر في بعض المحافظات، وزراعه سلكيه. عايزين بس اكتر من كده ايه؟ موجوده الطماطم طول السنه عندنا كبوه. قلنا وقفنا جنب الاخوه المزارعين، ما غبناش حد في حقه، وانا اول واحد. انت بتشير حضرتك لموضوع يعني وادي النطرون انا اول واحد خرجت يا فندم، لان دي مهمي الاصليه. انا اول واحد خرجت وقلت فعلا موجود اصابه فيروسيه في صنف معين، خدت بال حضرتك؟ ومخفناش. الشغل بتاع زمان ان انا علشان القياده عايزه ارقام معينه واتجاهات معينه واصناف معينه، ما عادش الكلام ده موجود والله. وحد ما املى عليا حاجه، اللي كل اللي بيمليه شغله وضميري، عشان ما اقعدش قدام حضرتك وتقولي لي كان في اصابه فيروسيه اقول لك لا ما كانش فيه، تروح تجيبي لي وتقولي لي هوت المعامل بتقول لا. انا اول واحد قلت، رغم ان هي كان فحص رؤيه العين ودخلت جوه المعامل بتاع الوزاره قالوا فعلا، ووقفنا ومش هكرر تاني. الوزير كان راجل محترم وراجل شجاع، وقال الوزاره طرف اصيل ومش هنسيب الفلاح وهنجيب له حقه. واجتمعت اللجنه وانا كنت عضو فيها، وده شرف كبير ليا طبعا، واجتمعنا في الاداره المركزيه الفحص واعتماد التقاوي، وقلنا الاول نحدد الصنف اللي ادير هل هو 023 الاول. ما انت عرفتيني ليه؟ علشان تعرفي شغلتي تقومي تكلميني في ايه. فهو الصنف ده هو خدنا وزرعنا وطلعنا في الاماكن المكشوفه عشان نحكم ونقول ده هو صنف 023. 023 درجه التحمل، النوع الثاني من التحليل، يتحمل، حساس، مقاوم، وبعد كده نحكم. وكل واحد كان عنده حاجه هياخدها. بس على الاقل احنا دلوقتي يعني اتخذنا قرارات بوقف استيراد الصنف ده 023. يا فندم احنا مش هنموت من غير الصنف، احنا عندنا اصناف كتيره. الصنف ده بس كمان انتاجيته كانت عاليه، خدت بال حضرتك؟ وحصل مبالغه في اسعار الشتلات، يعني الصينيه ال 290 ولا 205 عين ما بتجيش فل، تيجي ناقصه عين او اتنين او ثلاثه، خدت بالك؟ كانت ب 300 جنيه. وفي الاصناف الثانيه اللي بتجيب انتاجيه عاليه كانت ب 90 جنيه. ايه ال 300 جنيه من 90 جنيه؟ فرق رهيب في ثمن الصينيه، وبرغم ذلك الناس اشترى. بس بقول لهم خليكم فاكرين ان انتوا بمجهوداتنا وبشغلنا في الاداره المركزيه لمكافحه الافات والاداره المركزيه للفحص واعتماد التقوي والاداره المركزيه للبساتين طلعنا في 15 انتاج عالي ومسكتوا فلوس، وطلعنا في 16 انتاج عالي ومسكتوا فلوس، وطلعنا في 17 انتاج عالي ومسكتوا فلوس، وطلعنا في 18 للاماكن التي لم تدار فلوس ومسكتوا فلوس، انتاج كبير ومسكتوا فلوس. عندنا مساحات بسيطه، مساحات بسيطه. بس هي مشكلتي ايه؟ انا يعني انا بستفيض مع حضرتك بالراحه عشان اللي هياخد مني المعلومه يقصها بالراحه
ويفعلها على ارض الواقع بالراحه. مشكلتنا يا فندم ان احنا في شهر اكتوبر ونوفمبر طول عمرنا دي فاصل عروه ما بين الصيفي بالتلات اجزاء والشتوي وجزء صغير خريفي او نيلي. الفتره دي يا فندم بتغطى من جزئيات معينه في جمهوريه مصر العربيه. على امتداد عندي 9 مليون فدان بزرع منهم نص مليون فدان، عندي جزئيه معينه اللي هي جزئيه في وادي النطرون وجزئيه في النوباريه وجزئيه في الاسماعيليه ناحيه الجلبان، هي ديت اللي بنزرع فيها الطماطم اللي كانت بتسد فراغ 10 و11، هي دي اللي حصلت فيها المشكله، ما حصلتش فيها كارثه، حصلت مشكله. وعندي طماطم في المحافظات الاخرى من نفس الصنف واصناف اخرى، عندي في كفر الشيخ طماطم، عندي في الغربيه، بس مش مساحات تركيز او مش مساحات تغطي للمجتمع المصري. طب دلوقتي الطماطم بكام وانا جاي من تحت في سليمان جوهر؟ مش هبالغ واقول لك جنيه ونص واتنين جنيه. عايز اسال في سوق 6 اكتوبر والعبور اقول لهم عندكم الطماطم جمله بكام؟ هيقول لك دونامه 3 جنيه. تحت في السوق ال 3 كيلو ب 10 جنيه، الكيلو ب 3 جنيه. يعني رجعت لمعدلاتها الطبيعيه. بعد قد ايه يا فندم؟ بعد فتره من الزمن، مش فتره ولا حاجه، دي ايام عشنا ايام بس استهلكنا كل البيوت استهلك الطماطم. بس ما حصلش تبذير، ما انت عارفه الفاقد والتالف اللي سمي حديثا الهدر. الهدر في المواد الغذائيه والزراعيه بصفه خاصه نسبته عاليه في مصر. صحيح، احيانا بيصل ل 25%. فاكره حضرتك الهدر في الخبز؟ فاكره حضرتك لما شغلنا المنظومه؟ استهلكنا نص الدقيق. ليه؟ لانه كنا بنستخدمه كعلف للحيوان والطيور، واللي عنده لقمه مش عاجباه كان بيرميها. دلوقتي الطماطم بقينا ننقي الطماطم نستخدمها صح، نعلبها صح، اتجهنا للصلصه سنه، حصل في رقي في التعامل مع السلعه. ده اللي انا عايز اقصده. البطاطس انقل من الطماطم. كده اعتقد الطماطم يعني احنا اتكلمنا مش عايز حد يزاي كفايه. في كلام ودلوقتي في كلام وفي محاذير الناس اللي هي في كلام ومحاذير انا ما اقدرش اتكلم فيها. طبعا انتوا بتدرسوها حاليا برضه يا فندم. ايوه دي ما تخرجش اعتاب مكتب معالي الوزير لانه هو اللي هيتصرف فيها. تمام. لكن احنا كارشاديا شغال وعندنا اصناف اخرى ومشات الاخرى. حضرتك النهارده الدنيا مش هتقف على صنف واحد إنجاز يعني كويس قوي ان عندنا انجاز صنف ظهر فيه مشكله. لا 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 لا، عندنا اصناف ثانيه كتير قوي قوي. ده الطماطم فيها اصناف ما اقدرش اعدها لك ولا انا اقدر احفظها وما فيش حد في مصر يقدر يحفظها لان انا ما اقدرش احفظ 500 600 1000 2000 نوع. ما ينفعش وكل يوم في تغير وفي صنف بيتورط من السوق بيجي صنف اقوى منه وبنشتغل عليه. هو ده السوق اللي في مصر. طيب. هو ده السوق اللي في مصر اللي موجود. في عندك قفزه ثانيه محدش حاسس بيها. طماطم ايه اللي كنا بنستهلكها زمان وكانت الناس بتشتل ازاي؟ احنا عندنا قفزه النهارده اسمها المشاتل. الطماطم ما عادش بتطلع شتلات. ما انت عارف حضرتك انا ما باخدش البذره ازرعها في ارض مستديمه تطلع لي محصول بطماطم. انا باخد الطماطم احطها في صواني انبتها ثم اخد الشتله افرتها في الارض المستديمه اللي اخد منها المحصول. النهارده انا عندي مشاتل وقرار وزاري بينظم عمليه المشاتل. اشكر معالي الوزير عصام فايد اللي اصدره. المهندس محمد رضا اسماعيل انا اسف هو اللي اصدر القرار الوزاري الخاص بمشاتل انتاج الخضر 166 لسنه 2012 وبننحني احتراما واجلالا لاصدر قرار زي دي. ما كانش حد يعرف حاجه، كانت كلها زراعات في ارض مكشوفه وبتصاب وثلاث ارباعها بيتقلع وعندي فطريات وعندي حشرات واجي اخد ايه؟ ما فيش حاجه. انزل الارض المستديمه الاقي عندي ذبابه الذبابه البيضاء جايبه لي الفيروس وجاي. ومن هنا كانوا بيقولوا مجنونه طماطم. كانت الناس بتهجم على وزاره الزراعه زي الوضع الحالي؟ لا، كانت الناس بتخاف تتكلم على وزاره الزراعه في وقت من الاوقات. احنا بقينا مستبعين للدرجه ان كله بيهجم علينا كده. واعلام وجريده رسميه في 24 اكتوبر جريده حكوميه تهاجمني وتقول 400 فدان طماطم فاصوليا لحقت بالطماطم في قرية الشوشاي في اشمون. اروح ابص على القريه وادور على الفاصوليا اللي فيها ما الاقيش فيها اصلا التوتال بتاعها 69 فدان وما الاقيش منها حاجه خرجت. هو كل اللي موجود اصابات عاديه فطريه وبتكافح ومواد المكافحه موجوده. المشكله بقى انه يعني دلوقتي يعني المعلومه ما بقتش مؤكده حتى للاسف من بعض المصادر اللي كانت اهل الثقه يا فندم. لان معلش انا اسف كل اللي له في الموضوع من يا فندم كل اللي له في الموضوع كل اللي له في الموضوع ومالوش في الموضوع بيتكلم. هو انت عند حضرتك داتا؟ طب انت يا فندم تعرف لصاحب يعني الموضوع اساسا يا فندم؟ انا 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 بقول لكاتبه التحقيق هي اختي كاتبه لان انا عارفها ومتاكد. انت رحتي قريه شوشاي؟ طب تعرفها بالله عليكي؟ ما تعرفهاش.
دي كرة في مركز أجمو، كلام مستقى وجابت أسامي ناس وحطتهم على الصفحة. رحت نزلت فحصت معايا ورق مختوم صحيح سليم بعيد عن المزايدات، كل اللي عندها القرى 69 فدان و21 فدان بسلم. ايه بقى جبت ال 400 منين؟ ليه بتعملي كده؟ لمصلحه مين؟ لمصلحه مين تهجم على الزراعه؟ ما احنا عندنا الفاصوليا موجوده في السوق البسلة. هو احنا لا نهم عنها، كان حد بيشوف بسله في الفتره الزمنيه دي؟ من انهم يتكلموا، بس برضو من حق المسؤولين انهم ياخدوا راي المسؤولين والمعلومات من مكانها. حضرتك يعني كل حق حضرتك تتكلمي، بس تتكلمي عن بينه وعن معلومات سليمه في حدود سليمة. الشفافيه والصح. ما يبقاش عندي انا اربعه حضرتك تعمل لهم 400، ده بتاثر علينا سلبي يا جماعه. طبعا لانه برضه هو احنا لما نشيل فساد في كل حاجه كده ما نقدرش نصدر، يعني في النهايه هيبقى احنا خليكي بعيد عن التصدير. هو احنا مش عندنا مجتمع اولى بالاحترام عن الخارج؟ يعني هو المستهلك المصري مش اولى بالاحترام عن المستهلك الخارجي؟ هو انا لما اقول له عندنا وعندنا والفاصوليا والفاصوليا والبطاطس والبطاطس والطماطم بيتناول هذه الاطعمه وكلام ما انزل الله به من سلطان، واللي بيتكلم مش عارف. طب يا فندم اتكلم على المشاتل، ما عادش عندنا شتل في ارض مكشوفه. طب نتكلم عن قانون المشاتل ده وازاي بيتم الرقابه على المشاتل عشان تطلع الشتلات بشكل. ما دي من الاجزاء اللي كانت موجوده في قصه الطماطم، ان المشاتل اللي طلعت الكلام ده كانت مشاتل غير مرخصه. دي معلومه مهمه برضه. طبعا القرار الوزاري 166 لسنه 2012 مش مطلوب حاجه يا جماعه. بيقول تعالى رخص المشاتل، خليها تحت المرور الدوري بتاع الوزاره، اذا صارت عندك مشكله بتنزل لك لجنه علميه. وكل خدمات وزارة الزراعة وحضرتك عارفة غير مدفوعة أجر. هو أنا لما بنزل عند حضرتك لمشكلة باجي أقول لك اديني؟ لا باجي أقول لك اديني رسم ولا أي حاجة خالص. ده الوزارة الوحيدة اللي بتشتغل ببلاش. بننزل ندور ونبحث ونركب عربياتنا ونمشي ونكلف الوزارة ما لا تطيق، وفي الآخر ممكن ما يكونش في حاجة. ما كان عندي مشكلة بطاطس آلاف، مش عايز أقول مئات الشكاوي ونزلنا لها، ما تتحملهاش وزاره كامله، ونزلنا وعملناه كله على ارض الواقع وادينا لكل واحد حقه. وسبب في النهايه ان احنا يعني ليه السراب ده وليه بتجرونا وليه تعملوا فينا كده؟ هي العربيه اللي انا بركبها وبستهلكها وغيري بيركبها وبيستهلكها، دي مش فلوس الشعب المصري؟ طب ما علشان انا مش بكلفك اي خدمه ولا بكلفك فلوس علشان ترفع الشكوى ولا بديلك رسم معاينه عالي، مين حضرتك من الوزارات اللي موجوده في مصر بتعمل معاينه ببلاش؟ مين بيعمل مقايسه ببلاش؟ مفيش. ما احنا عايشين في المجتمع المصري، هاتي لي وزاره واحده بتعمل اي حاجه للشعب المصري ببلاش. لو في مقايسه كهرباء بفلوس، مقايسه اتصالات بفلوس، مقايسه اي حاجه اي خدمه بتقدمها اي وزاره بفلوس، ما عدا وزاره الزراعه. بروح الزراعه برضو يعني حاجه مهمه بالنسبه لنا كمصريين. اوكي اوكي انا مش هو انا بلعن لا انا يعني بنقول لحضرتك بنيجي وبنقدم ما بناخدش منك حاجه، فانت ساعدنا ما تهدرش في مواردنا علشان احنا مواردنا برضو عايزين. هنا برضو المزارعين عليهم دور انهم يتعاملوا مع المشاتل المرخصه. المشاتل المرخصه وياخد فاتور، التتر بتاع حضرتك على القانون موجود في الكلام. الشريط تحت، الشريط تحت ما تشتريش من مشتل مش مرخص، يا ريت يكون مشتل مرخص بعد اذنك. مشتل مرخص ما تستعيبش، قول له انت مرخص او غير مرخص. ما هوش مرخص الاوراق لانه يعني هو في الاخر هو تقريبا وزراعة. كله تحت السيطره وكله بعد موضوع الطماطم، يعني تقريبا الوزاره متمشطه صح في مجال المشاتل والحمد لله رب العالمين. ان الاكثريه اللي ما يكون 90% او اكتر، ده مش بندعي الكلام ده موجود بالارقام، مرخص وبيتم المرور الدوري عليه. بس طبعا حضرتك كل يوم بينشا مشتل جديد او بتاع، فاحنا على ما بيجي لنا البيان بتاعه وبننزل، وبعدين بيبقى هو الراجل تايه ما عندوش المعلومه، هو مش في دمه اصلا انه يخالف، لا هو عايز يرخص مش عارف بس الاجراءات ايه او يروح لمين. بس احنا وضحنا الكلام ده، وبقى دلوقتي خد فاتوره بعد اذن حضرتك واعرف الصنف اللي انت شاريه علشان لما تيجي تشتكي لي اقدر اجيب لك حقك. اسالي كده الناس، افتحي على الهواء ودخلي اخوه المشاهدين قول لهم كانوا بيرفعوا شكاوى البطاطس او الطماطم، والله ما كان بيعدي على 24 ساعه. انا كنت باخد الشكاوى وانا بره بالتليفون وبشتغلها من قبل ما اجي اخد ورقه من المكتب، وما خليناش حد واتيحت الفرص للجميع وتساوينا وعملنا معاينات بتاع ناس متخصصه. خلينا نتكلم على البطاطس برضه عشان كان عليها مشكله كبيره فيما يتعلق باسعارها وبانها ناقصه في السوق، فتحنا الثلاجات ونزلنا بطاطس منها. نتكلم على المشكله دي والوضع الحالي ايه؟
البطاطس حضرتك عندنا المساحات في ازدياد ولا في تناقص؟ انا اللي عندي الداتا. انا اللي عندي الداتا. انا عندي العروه النيلي كانت 50,000 فدان وكسور، العروه الشتوي من 240 ل 260، ودي العروه الاصيله في مصر اللي بنغزو بها دول العالم، وبنطلع في شركات كبيره بتنهض بالبطاطس في مصر، وناس مستثمرين محترمين بيطلعوا بطاطس لكل دول العالم. الحجر جنب حضرتك اهو، مصدرين السنه اللي قبل فاتت 900,000 طن. يعني يا رب الرقم ما يكونش خن، 800 ل 900,000 طن، ده رقم كبير. السنه دي من 400 ل 500,000 طن، 1000 طن خرجوا بره من مختلف الاصناف. خدت بالك؟ يعني عندنا ميزه نسبيه. العروه الصيفي 160 170 الف فدان، يعني التوتال بتاعي عندي ارض هربانه من العطر. ما بنضحكش على بعض، عندي مراقبات في ارض جديده في الاستصلاح، ما حدش بيتعاون معايا وبيدي لي بياناتها صح، انا مش صاحب ولايه عليه. فانا لو عملت التوتال هلاقيه نص مليون فدان عندي بطاطس، نص مليون فدان بطاطس بصدر بالكيفيه ديت، وهي خارجه من الارض الزراعيه ب 150 180 2 جنيه 2 جنيه وربع، ما حدش اشترى قدامي ب 2 جنيه وربع. انا بنسال المزارعين كل يوم بتبيع بكام؟ باع ب 180 قرش و2 جنيه. كان الاول بيحصل ايه؟ كان الاول يا فندم احنا طب نشرح. كان الاول الفلاح بيتبقى عنده ما جزء من البطاطس، كان بيحطه حضرتك بيرصه بطريقه هرميه معينه كده ويغطيه بقش الرز، او يحطه في مكان مهوى شويه مظلل اسمه النواله. طيب علشان هو يعدي بول المرحله الزمنيه من 5 من 6 من الحصاد، لما يجي له بطاطس في 11 او في 12 بتاع العروه النيلي بتاعه المنيا واجزاء من البحيره وجزء من الغربيه وجزء من الدقهليه، اللي البطاطس دي كانت بتقعد 6 7 شهور. ازاي كانت بتقعد؟ مرصوص عليها مواد كيماويه. المواد الكيماويه كان في عندنا مواد كيماويه تبع وزاره الزراعه كانت بتعلن عنها ملهاش اضرار صحيه، وكانت اجزاء اخرى فيها اضرار صحيه. محدش قال لنا تشكروا ليه وزاره الزراعه ان الكلام ده ما هوش موجود وفي نهضه. وزاره الزراعه ما بنتش ثلاجات، بس لما دخل الفكره عند حضرتك الصح بتبني ثلاجه، والثلاجات بتترخص من عندي انا، دوله ثانيه ولا من وزاره ثانيه. ادينا تراخيص كتيره لثلاجات كتيره اشتغلت، حفظت محصول البطاطس عندي في الثلاجه. انت عايزين حضرتك اللي يطلع من الارض استهلكه في الفتره الزمنيه اللي هي شهر او شهرين بعد الحصاد؟ طب انا اقعد بقى في 8 و9 و10 في 9 و10 و11 ازاي؟ استورد ولا بيع البطاطس ب 20 و30 جنيه؟ ولا اقول ما فيش بطاطس؟ لا، عندي بطاطس في الثلاجات. بس هو القصه البسيطه، هو كان في شويه طمع بس، ما حدش يزعل مني. التجار، انا بتكلم للشعب المصري وبتكلم من الشعب المصري. جزئيه كبيره من التجار واللي بعض اللي بيلمهم وكبار المستثمرين واللي ملوش في اللعبه دي، خلي اشترى بطاطس عشان سعرها رخيص، وقال لك يعني انت اشتريت ب 2 جنيه وخزنت الطن ب 250 ل 300 جنيه حتى النهارده. يا سيدي مش زعلان، خليهم 500 جنيه يبقى الكيلو عليه 50 قرش. 50 قرش حفظ في الثلاجه. تبيعه ب 2 جنيه ونص يبقى انت كده ما كسبتش ولا تعريف. تبيعه ب 12 جنيه؟ هو ده العدل؟ لا طبعا، ده تبيعه ب 12 جنيه؟ طب اكسب جنيه، اكسب 2 جنيه. اكسب ما يوافق فلوسك في اي مشروع داير واسرع دوره راس مال، لكن ما توصلش ل 12 جنيه و14 جنيه وتعطش السوق وتطلع من الثلاجه بالتقطير. فتحنا الثلاجات تفعيل القرار الوزاري، ما جبناش قرارات وزاريه من بره. عندي القرار الوزاري ثابت وراسخ من سنه 91 669 سنه 91. الثلاجات انفتح في 20 اكتوبر. بنفتحها في 20 اكتوبر هي جدعانه ولا عمليه مدروسه؟ عمليه مدروسه. في عندي بطاطس هتيجي من بره تزرع العروه الصيفي، لان انا بزرع نيلي وشتوي ببطاطس مخزنه اكسار محلي طالعه من العروه الصيفي في شهر 5 و6، بدخلها الثلاجه واطلعها في 8 و9 و10 و11، ازرع بانيلي وشتوي. هاي انا عندي مراكب جايه لتجار ومراكب جايه للاتحاد العام للمنتجي ومصدر الحصاد. وبالمناسبه عشان ما ننساش، هنفرد له جزئيه من المجهودات بتاعه وزاره الزراعه مع اخوه مزارع البطاطس، الاتحاد العام لمنتج ومصدر الحاصلات البستانيه. خدت بال حضرتك؟ عايز اماكن فاضيه. طب انا دلوقتي عندي بطاطس، ادي 1 2 20 10، يعني انا زرعت النيلي في 8 وفي 9 وزرعت الشتوي في جزء من 9 او اخره وجزء من 10 و11 كله يا فندم، يبقى انا زرعت العروتين. انت سايب لي بطاطس في الثلاجه
بعد 20 اكتوبر ليه؟ مش هقول كلمه حاجة عشان ما حد يزعل وما بهاجمش حد. التجار اخواتي والمستثمرين نفس القصه، لو طلعتهم هيحصل عندي خلل في المجتمع الزراعي، انا ما بخرجش حد. الناس دي خدت البطاطس بدل ما كانت تروح لسكك غير معلومه للحيوان وسعرها متدني، لا دخلناها التلاجه. هو لكن عشان الناس ترجع تستفيد منها. بص بقى حضرتك بقى فين انجازات الوزاره؟ هو ده الانتاج بتاع 20 سنه فات ولا 15 سنه ولا 30 سنه؟ هي كانت البطاطس بتطلع 20 طن وفوق ال 20 طن؟ احنا بنطلع فوق ال 20 طن واكتر من 20 طن. كان فيها عفن بني بنسبه كبيره، ما كانش زي دلوقتي مشروع حصر العفن البني عامل مجهودات كبيره جدا. مجهودات كبيره وانا بنشتغل معاهم لما بيروحوا اماكن ولا يعرفوا يستدلوا على صنف ولا بتحصل اي مشكله بيستدعيني وانا بروح افك النزاع ما بين اداره فحص واعتماد التقاوي والمشروع العفن البني. كل دي برضه حاجات بنقدمها ملهاش اي مقابل، بس احنا حابين كده وخايفين على الوزاره، خوفنا نابع من البلد. طب دكتور علاء، دايما الناس بتاخد على موضوع الخضر والفاكهه ان احنا ما عندناش تقاوي منتجه محليه. ايه يعني ازاي نقدر نعمل تقدم في الجزئيه دي علشان عندنا فندم؟ هو الكلام طبعا مش عايز مجادله، خدت بال حضرتك. عندنا سنه صغيره في موضوع الخضار ما هوش ماشي مع المحاصيل، لان احنا عندنا نهضه. يعني محصول زي القرص، محصول زي الفول البلدي، كل دي تقاوي كويسه، محصول زي حاجات كتيره. محاصيل عندنا اصناف. طب فعلا الهجن بتاع الخضر سنه، ما عندناش برنامج متكامل. عندنا يعني اجتهادات زي البرنامج اللي كان موجود في الشعبه بتاع الدكتور صلاح محمد هنا والدكتوره محسن والدكتور اشرف عبد الله، ما طلع لنا خيرات وانتصار واحد وانتصار اثنين ويسرب، هطلع لنا باذنجان وطلع لنا كانتالوب وطلع لنا طماطم وطلع لنا، بس مش برنامج متكامل. ولو برنامج متكامل كميه المتاح منه في السوق علشان اغطي السوق مش كتير، بس يبقى في خطوه. ما في خطوه. في خطوه. وقبل ما نعمل اي حاجه لابد من وضع برنامج تربيه هجوم خضر متكامل في مصر علشان نلغي الفيلم بتاع البطاطس والطماطم ده. مصر بتدخل كميات كبيره جدا من التقاوي وبالاخص في الخضر، بس احيانا برضو الدول المستورده البطاطس مننا بتبقى مشترطه انها تجيب لنا التقاوي بتاعتها علشان تاخدها بشكل. لا الاشتراطات دي والحاجات دي بقى نسيبها للناس اللي اعلم مننا في لجنه التقاوي علشان ما تعداش في الكل عليهم والكلام ده. بس نشير برضو الاخوه المشاهدين والمزارعين، عندنا لجنه تقاوي مش اي حاجه بتخش واي حاجه تطلع، ولجنه قاسيه جدا. مش هنلوث ارضنا يعني. لا والله لجنه قاسيه جدا. وعندنا اداره مركزيه لفحص واعتماد التقاوي بتفحص طبعا وتعتمد التقاوي وتاخد دوره، وبعدين نروح ننتج في اداره مركزيه. وعندنا حجر زراعي برضه بيراجع الكلام ده. طبعا طبعا يعني العمليه مش مستباحه قوي كده. ربما ركزنا في انتاج التقاوي الخاصه بالمحاصيل الاستراتيجيه زي مثلا القمح، الرز، الحاجات دي احنا كنا مركزين فيها اكتر، بينما تركيزنا كان اقل شويه فيما يتعلق بالخضر والفاكهه. والله الرد يبقى عند الاخوه المسؤولين اللي كانوا بيصودوا الفتره ديت، ليه ما عندناش برنامج هوجن مصري 100% خضار متكامل؟ انت ليه عملت قفزات في الارز؟ طب انت طول عمرك بتزرع بطاطس، هو انت بلد منشا الارز ولا ما هاش منشا الارز؟ ما طلعش عندنا، ده داخل علينا بس اجدنا فيه. والبطاطس برضو ما كانش المنشا الاصلي بتاعها هنا، اجدنا. والفراوله اجدنا، والفاصوليا اجدنا، وخدنا ترتيب عالمي في الانتاج وفي التصدير وفي كل حاجه. يعني يا جماعه ساعدونا ساعدونا، هاتوا نقول الفاصوليا يعني ما تزرعش في شهر 8 في الحر قوي، ارجع ورا عندنا نهضه في الفراوله، بنصدر شتلات وبنصدر منتج وبقت موجوده عندنا طول السنه. من طول السنه الفراوله موجوده وبسعر معقول، جوده عاليه. انا مش عايز اقول لحضرتك زمان كانت الفراوله دي محصوره في مع بائع في كل محافظه يعني نفسه فيها، ما كانتش فاكهه يعني، هي خضار بس المصريين بيستخدموها هنا فاكهه. صحيح، هي تبع فاكهه لكن علميا هي مش فاكهه. لا في بعض الدول بيستخدموها فاكهه لان دي من اسره الروزاسي، واسره الروزاسي كلها افرادها فاكهه، فهي في بعض الدول بتصنف علينا فاكهه. احنا بنستخدمها كفاكهه، هي فاكهه. خدت بالك عندي في الاداره بتاعتي كخضار بنستخدمها خضار. ما تشوف عندنا برضو النهارده الامهات ومعامل زراعه الانسجه والمساحات اللي انفتحت عندنا. شوفي المساحات انفتحت قد ايه، شوفي حضرتك احنا مصدرين قد ايه، احنا مصدرين 3 مليون شتله و250 الف.
شكله، بنصدر شكله لنبات لسه جاي في اواخر السبعينات دخلونه مصر ودخلناه المنظومه بتاعتنا بعد الفراوله البلدي. ما ينفعش وما كانتش تمشي دلوقتي بالاجزالات اللي فيها وكميه الانتاج مع عدد السكان ومتطلبات الشعب وارتفاع غلاء المعيشه على المزارع. ما ينفعش اروح اقول له هات 3 4 طن وبيع الكيلو لو ب 100 جنيه، مش هينفع. لا انا عايز كميه انتاج وفراوله برضه مالها موجوده وفي اصناف عندنا متباينه وبنصدر وبنصنع وبنعلم وبنعمل كل حاجه يعني. طيب عايزين برضو يعني البعض بيقول ان دلوقتي بقى في ذبابه فاكهه، وانا عارفه ان حضرتك تخصص الخضر والنبات الطبيه والعطريه، لكن انت ملم بكل شيء ما شاء الله. اقول لحضرتك الاجابه البسيطه على ذبابه الفاكهه، بص على الجوافه اللي تحت. احنا كان عندنا جوافه كده نظيفه كده، بصي العدو الاول للجوافه والماده الاولى الجذب ذبابه الفاكهه في الدنيا اللي خلقها ربنا الجوافه. ولما بنحب نصطادها بنحصطها بالجوافه، نجيب عصير جوافه نحطه في اواني زاهيه، خدت بالك، نوزعها في اماكن متفرقه من الحديقه او الحقل او الغيط ونحط عليها ماده سامه. ليه؟ لان ذبابه الفاكهه جوافه. بص للجوافه اللي موجوده، مش استيراد، ده جوافه مصريه 100%. شوف النقاء والبياض والنظافه، وموجوده فتره طويله من الزمن، ما كانتش بتظهر بالعرض ده والله. صحيح، خدت بال حضرتك، مش تحيزا. هو عامه احنا نشكر يعني الناس اللي بتشتغل في الكلام ده. احنا عاوزين نطمن بقى على انه هل ممكن اي شيء من ده يتغير نتيجه للتغيرات المناخيه، وهل احنا عاملين حساباتنا في الحكايه دي؟ اكيد اكيد. هو انا لما يكون عندي طماطم طول السنه يبقى مش عامل حسابي؟ ما لها مدى حراري. وده اللي انا عايز اوجهه بس لاخو زراعه الطماطم، اما تروح تشتري يا فندم طماطم من مشتل قول له المدى الحراري بتاعها اللي انا ازرعه في اغسطس دي صنف يتوافق مع اغسطس، قول له كده، ولازم تاخد منه فاتوره بانه مديلك بيته، مديلك مرمن، مديلك اليسا، مديلك شروق، مديلك دي كلها اصناف موجوده في السوق. قول له انت مديلي كذا هينفع في اغسطس، ولما تروح عنده انت مديني كذا هزرعه في يناير، لان ده ما ينفعش يشتغل هنا وده ما ينفعش يشتغل هنا، مدى الحراري، ساعات الحراره، علشان الصنف ده يطلع انتاجيه عاليه والصنف ده يطلع انتاجيه عاليه. انا لو عملنا خلط هلاقي بتاع الفتره بينتج كميه محترمه وبتاع الفتره ما بينتجش خالص، ونرجع نشتكي ونضيع وقت الوزاره وعربيات تجري ونرجع نقول اصل المدى الحراري مش موجود. لا، الاخ الشتيل اعرف المدى الحراري واشتل. الاخ اللي بيزرع خد فاتوره وقول له، قول له انا هشتل، هزرع في الارض المستلمه في اغسطس، هزرع في يوليو، هزرع في يناير، هزرع في فبراير، فبقت الطماطم موجوده عندنا طول السنه. هو ده مش مع التغيرات المناخيه؟ التغيرات المناخيه لما تقصوا عليها في الصيف مش عند الاصناف اللي شغاله، لما تقصوا عليها في الشتاء مش شغل الامطار الرهيبه والاعصار والكلام ده، ده ملوش علاجات. انا دي بتاخد الاخضر واللابس في سكتها، ظواهر طبيعيه بقى، دي ظواهر طبيعيه، دي ظواهر طبيعيه. وباذن الله مش هتحصل في مصر يعني ان شاء الله. كانت مره غلطه في الزلزال بتاع اكتوبر. طيب فيما يتعلق بقى بالارشاد، وانا عارفه ان في يعني عبء كبير جدا لان الاعمار بتكبر ولان الارشاد مش ممكن يغطي كل الاماكن، ايه الوسائل البديله بتستخدموها في التعامل مع المزارعين علشان تطلعوهم على كل المعلومات دي؟ حضرتك مثال طبعا انك بتكون موجود في الحق، لكن هل كل الناس زي حضرتك؟ ايه البدائل؟ برضو هو حضرتك لمست جزء من الحقيقه كبير، هم دول عدد الزارعين اللي كانوا موجودين. انا كل يوم بيخرج عندي للمعاش اعداد كبيره. صحيح. انت عارفه ان اللي طالع السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها والسنه جت 19 دي كانت قمه التعيين، مش الاجباري، تعيين الالزام اللي على الحكومه. كان في تعيين الزام على الحكومه اخرته 19، بعد ما تطلع الناس بقى اللي في 19 انا كاداره من الادارات عندنا معظم الناس اللي شغاله معايا منتدبين من المحافظات، روح انزل المحافظات، محافظه تشكل خمس مساحه مصر الزراعيه محافظه البحيره فيها ملظى وطب من كل المحاصيل. تعرف ان في بعض الجامعات قايمه على شخص واحد زراعي، والباقي يا اما دبلوم تجاره تجاري يا اما فن هندسي يا دبلوم صنايع. دول اللي هيشتغلوا معاه في الزراعه مش هيشتغلوا معاه في الزراعه مهما نعمل لهم من دورات، لانه ان ما حبش المجال وما اشتغلش وما حسش ان هو ده الكارير بتاعه واللي هو اشتغل فيه مش هجي اشغله وهو عنده في الاربعينات او الخمسينات. طب ما تاخده يا فندم اصحابه ياخدوه، اصحابه ياخدوه يدونا اولادنا، ما احنا عندنا اولادنا موجودين في كل حته، موجود في الحكم المحلي في المحافظه، موجود في التموين اعداد رهيبه، خدت بال حضرتك، موجود في التربيه والتعليم، موجود في كل حته، ما تدونا اولادنا وخدوا اولادكم.
ده حل في منتهى السهولة، ويعني مش عايز لا اجتهادات ولا عايز دراسات ولا عايز، بس كله غالبا هيهرب من الصراع. مجهدة هو المقابل حضرتك عارف، فمش معقول انه يسيب التموين ويشتغل في الزراعة بالحيثيات والضبط القضائي، ممكن يشتغل في الزراعة يشيل جرك مية عشان يغير مصيدة في غيط في مية ويلع الجزمة، أنا آسف والله، ويلع الجزمة والشراب عشان ينزل في الطين. لازم زي ما حضرتك بتقول يكون بيحب الموضوع ومنتمي إليه. اه بس هنكمل بقى الجزئية، العدد المتناقص ده هل بطلنا الإرشاد؟ هل احنا بطلنا أخيرا يا الإرشاد؟ فندم. لا، هو كان عندنا الخدمة بتقدم من أكتر من طرف، فكان في واحد شغال زي حضرتك بيشيل ثلاثة أربعة من الشغالين. بقى دلوقتي كله مكشوف على المسرح. هو مهندس إرشادي واحد في الجامعة دي. هتشتغل هتشتغل. هتجيب حصر هتجيب حصر. بس إحنا بنقول نسعفه. نسعفه. نساعده. نسعفه. نسعفه بخريجين جداد نلحق نعلمهم نكسبهم وننقل خبرة الخبرة بدل ما العالم دي تمشي. والعالم نلاقي النهاردة حد عندي ناس يحل قاعدة محله. ملهاش أي مشكلة. أنا بشكر حضرتك معانا، ومجهودات الزراعيين مقدرة، ويعني الأجر والثواب عند الله في ربنا النهاية، يخليك لكن يعني هي مقدرة أكيد خصوصا للمخلص في عمله زي حضرتك. ربنا شكرا يخليك. دكتور علاء البحراوي، مدير عام الخضر والنباتات الأطبية والعطرية بالإدارة المركزية شكرا للبساتين، على لحضرتك، وجودك معانا. شكرا شكرا لحضرتك، جزيلا. شكرا شكرا. لسه فقراتنا مستمرة مع حضراتكم، وبعد الفاصل هننتقل للاحتفال بالمولد النبوي الشريف من خلال استضافتنا لدكتور محمد رمضان من علماء الأزهر الشريف، نتعرف على سيرة الحبيب المصطفى حتى نقتدي به في هذه الأيام، بعد الفاصل إن شاء الله.